قد مرت فترة ليست بالقصيرة منذ حديثنا عن قصة ملينا. اليوم سنروي قصة سفاحي عشيرة لينكوي الآليين سيكتور وسايركس في الحلقة 15 من سلسلة قصص شخصيات مورتال كومبات. سيكتور وسايركس هما من أوائل الشخصيات الآلية في سلسلة مورتال كومبات برفقة سموك. كلاهما من سفاحي عشيرة لينكوي ويعرفان باللون الأحمر والأصفر. تطوعا الاثنين للخضوع لتوجه عشيرة لينكوي المبادرة الآلية. يتشابها الاثنين في بعض العناصر المتعلقة بالقدرات القتالية، لكنهما يختلفان على صعيد الأخلاقيات والشخصية. فسيكتور ينتمي إلى الجانب المظلم، الجانب الشرير، لا يكترث لجانبه الإنساني، حتى أنه يرى أن الخضوع إلى المبادرة الآلية هي للمصلحة الأفضل للعشيرة، على عكس سايركس الذي يميل إلى الجانب الطيب، كما أنه يعتقد أن المبادرة الآلية هي تعدي على حرية وإرادة المرء. سيكتور وعلى عكس كل من سايركس وسموك وسبزيرو والذين لم يتفقون على قرارات العشيرة، لم يشكك أبدا في الخضوع للمبادرة الآلية أو حتى مقاومتها، فزاد هذا الأمر من ولائه للعشيرة. الجزء الثالث من السلسلة يشهد الظهور الأول لكل من سيكتور وسايركس. سيكتور وبدافع ولائه إلى العشيرة كان أول المتطوعين للخضوع لعملية المبادرة الآلية، لكن قد أرغم كل من سايركس وسموك على ذلك، وتمكن سبزيرو من الهرب من هذا المصير. في أحداث غزو شاوكان على إيرث ريلم يتم تعيين الآليين باللحاق بالخائن سبزيرو والقضاء عليه، لكنهم لم يفلحوا بذلك مرتين. يتمكن سبزيرو من إعادة برمجة سايركس ليقوم بقتال شاوكان، لكن قد تمكن محاربي إيرث ريلم من هزيمة شاوكان قبل وصول سايركس إليه، لينتهي به المطاف عالقا في صحراء جيد. سيكتور في تلك الأثناء هو الآلي النشط المتبقي من بين الآليين الثلاثة، لسيما أنه قد تم القبض على سموك وحبسه في أوت وورد. في وقت لاحق تم استرداد سايركس من قبل العشيرة، لكنه بدا مختلفا عما كان عليه في السابق، فتم تكليف سيكتور بمراقبته. تمر الأحداث وبعدما تمكن محاربي إيرث ريلم من هزيمة شنوك، بدأ سايركس يتذكر ماضيه وإنسانيته. يتمكن جاكس وسونيا من استعادة إنسانيته باستخدام تقنيات القوات الخاصة الحديثة، وامتنانا لمساعدتهم قرر سايركس الانضمام إلى وكالة تحقيقات العالم الخارجي ليتم إرساله إلى أوت وورد للقيام بالتحقيقات. تمضي سنوات عدة ليعود سيكتور إلى عشيرة لينكوي بعد صراعاتها الطويلة في أوت وورد، معتقدا أن زعيم العشيرة ليس كفؤا لقيادة لينكوي، فقام بقتله في سبيل الحصول على ميدالية التنين وتولي القيادة. لكن قبل أن يتحقق ذلك قام سبزيرو بإيقافه، فحصل سبزيرو على لقب زعيم العشيرة بعد هزيمته سيكتور. يلوذ سيكتور بالفرار ويتوجه إلى اليابان ليشكل عشيرة تيكونن، عشيرته الخاصة من محاربي النينجا الآليين. من جهة أخرى وفي أحد المهام تعرض سايركس لكمين من قبل شيطانين من نذر رلم، ملوك ودرامن، وقد تعرض جسده لأضرار جسيمة أثر ذلك وظل عالقا في أوت وورد إلى أن أتت مصاصة الدماء نيتارا وقدمت له المساعدة. عرضت نيتارا على سايركس مساعدته في العودة إلى إيرث ريلم مقابل مساعدتها في استرداد قطعة أثرية مفقودة أسفل البراكين، وبمساعدتها تمكن من العودة إلى إيرث ريلم. بعد فترة من الزمن يقوم سيكتور بنصب كمين لتيفن عندما كان في معبد والده، فقام باستجوابه في سفينة تيكونن ليسأله سيكتور عن الرسالة التي تلقاها تيفن من والده. يقوم سيكتور بتعذيبه إلى أن هجمت سفينته من قبل القوات الخاصة بقيادة سونيا بليد، ليلوذ بعدها تيفن بالفرار ويتمكن سيكتور من الهرب قبل تدمير السفينة. في نهاية المطاف وفي أحداث الحرب الفانية ينضم سيكتور إلى جيش الظلام، بينما يجد سايركس نفسه بين صفوف جيش النور ليلقيا حتفهما هناك. شوهد سايركس لآخر مرة عندما قامت شيفا برميه من على الهرم. سايركس وسيكتور يعودا مجددا في الفترة الزمنية الثانية، وتحديدا إبان بطولة مورتال كومبات في إيرث ريلم، لكن بهيئتهما البشرية وبرفقة سبزيرو الأكبر بيهان، حيث دعاهم الساحر تشانغ تسونغ إلى البطولة في سعيه لاستخدامهم للقضاء على محاربي إيرث ريلم لكي تتمكن أوت وورد من الفوز بالبطولة. في وقت لاحق يتجادلا الاثنان عن فلسفة العشيرة الجديدة للخضوع للمبادرة الآلية لتحويل جميع محاربيها إلى سايبورغ وفقا لأوامر زعيم العشيرة. فسيكتور يرى أن هذا لمصلحة العشيرة، أما سايركس يرى أن هذه المبادرة هي منافية لإرادة وحرية المرء. يقوم سكوربيون بمقاطعتهم آملا أنه سيستعيد عشيرة شيراي رايو إن لم يقم بقتل بيهان على الرغم من عداوته مع عشيرة لينكوي. يقوما الاثنان بالسخرية من سكوربيون ويقوما بقتاله ليخرج سكوربيون منتصرا. يأتي بعدها بيهان ويقوم سكوربيون بأخذه إلى نذر ريلم حتى عاد مجددا بجمجمته المحترقة. My vision has come to pass. An unfortunate end. He once defended Earthrealm from the Netherrealm armies of Shinnok and Quan Chi. Scorpion will pay for this. Sub-Zero's fate is his own doing. His own doing?
The Lin Kuei have a history of making ruinous choices. Such as the Cyber Initiative. I am among those speaking out against the Grandmaster's plan. Surgically transform the Lin Kuei into glorified robots? It kills our intuition, our instincts. Did you speak out against the Lin Kuei's participation in this tournament? We were invited by Shang Tsung. He pays you to kill Earthrealm warriors. Betraying your own realm? I expect better, even from an assassin. My loyalty is to the Grandmaster. Victory for Shang Tsung means the end of Earthrealm and the Lin Kuei. باراكا كان مستمعاً لتلك المحادثة ليخبر تشانغ تسونغ بأمر سايركس. لاحقاً يواجه سايركس كلاً من شيفا وباراكا ليخبرها أن تشانغ تسونغ لم يعد بحاجة إلى مساعدة سايركس، خاصة بعد حديثه مع ريدن. يقوم سايركس بهزيمة الاثنين ويتوجه مباشرة نحو تشانغ تسونغ والذي كان يتحدث مع سيكتور. سايركس يخبر سيكتور بأن تشانغ تسونغ يقوم بخداعهم، ليبدي تشانغ تسونغ انزعاجه من سايركس بعد حديثه مع ريدن والذي قد يعرض خطتهم للخطر. ليرد سيكتور أن سايركس هو من لين كوي وسيقوم بتنفيذ مهمته مهما كلف الأمر. يلي ذلك يقوم تشانغ تسونغ بتحضير مواجهة بين سايركس وجوني كيج في سبيل التخلص من محاربي إيرثريلم. يقوم سايركس بهزيمة كيج ويأمره تشانغ تسونغ بالقضاء عليه. يتذكر سايركس كلمات ريدن ويرفض القضاء عليه، مما أغضب هذا الأمر تشانغ تسونغ وأثار إعجاب ريدن. يغضب سيكتور بسبب عصيان سايركس أوامر العشيرة، لينتهي الأمر بقتال بين الاثنين ويخرج بها سايركس منتصرا. ليطلب من سيكتور بأن يخبر زعيم العشيرة أن سايركس قد قطع علاقته بالعشيرة. يرد سيكتور عليه أنه لا أحد يغادر عشيرة لين كوي، ليقوم سايركس بضربه. لاحقا شهدا سيكتور وسايركس مجددا في أحداث بطولة مورتال كومبات في أوت وورد، لكن بعد خضوعهما للمبادرة الآلية. فكان سيكتور في محاولة لإخضاع سموك للتحول، لكنه فشل بذلك بعد تدخل ريدن. بالنسبة لسايركس، لا نعلم ما إن قد وافق على الخضوع للتحول أو على الأرجح قد أجبر على ذلك. يتم رساله إلى سبزيرو الأصغر كواي ليانغ ليقوم بإخضاعه للعملية. سبزيرو بدأ حزينا لما حل بسايركس، لكنه رفض الامتثال لأوامره فقام بهزيمته، ليتوجه بعدها إلى حلبة القتال. هناك وقبل أن يقوم سبزيرو بقتل سكوربيون، يتدخل محاربي لين كوي الآليين لإخضاع سبزيرو للمبادرة الآلية. يظهر سيكتور وسايركس من أمام الإمبراطور شاوكان ليطلبا منه أخذ سبزيرو مقابل ولاء وخدمة لين كوي للإمبراطور. يتفق شاوكان على ذلك على الرغم من انزعاجه بتدخلهم في شؤون أوت وورد. سيكتور شوهد مجددا بين قادة أوت وورد بعد هزيمة الإمبراطور شاوكان على يد لو كانغ، ليقدم المساعدة في غزو إيرثريلم. وفي وقت لاحق شوهد وهو يتحدث مع سايركس ونوب سايبوت حتى وصول سايبر سب زيرو المعاد برمجته حديثا من إيرثريلم للتجسس على قوات شاوكان. يقوم سيكتور بأخذ سب زيرو إلى جسر الأنفاق ليبلغه أنه قام بمسح شبكته العصبية وأن سيكتور يعلم بشأن إعادة برمجة سب زيرو. يتقاتل الاثنان لينتصر سب زيرو ويقوم بإخراج المعلومات من قاعدة بيانات سيكتور المتعلقة بخطط شاوكان. يظهر سيكتور وسايركس ولآخر مرة مع مجموعة من محاربي لين كوي بعدما نصبوا كمينا لمحاربي إيرثريلم. يتقاتلوا جميعا لفترة قصيرة حتى تدخل نايت وولف ليقوم بهزيمة سيكتور، ليلوذ بعدها الآليين بالفرار. تأتي سنديل بعد ذلك لتنهي ما بدأه محاربي لين كوي. بعدما فشل شاوكان في غزو إيرثريلم، تمكن سيكتور من السيطرة على عشيرة لين كوي، مما أسفر على قتل أولئك الذين رفضوا الخضوع للمبادرة الآلية. فبدأ سيكتور باستنساخ وإنشاء المزيد من نينجا سايبورغ لبناء عشيرة جديدة تحت مسمى عشيرة لين كوي الآلية، حتى أتى اليوم الذي تعرضت فيه قاعدة سيكتور للهجوم من قبل الخائن سب زيرو الأصغر كواي ليانغ، والذي قام بتحميل فيروس للعبث بأنظمة القاعدة. سايركس في تلك الأثناء كان خادما لسيكتور والذي أمره باكتشاف العطارة الناجمة من هجوم سب زيرو. يصل الخائن إلى سيكتور ليرحب به سيكتور بلكمة صاروخية. عندما أصيب النظام بالفيروس بالكامل، بدأ سيكتور بالسخرية من سب زيرو بإيمانه باسترجاع العشيرة، فأمر سايركس بالقبض عليه. يستعد سايركس لإطلاق شبكته على الرغم من مطالبة سب زيرو بأنه ليس عليه القيام بذلك. فجأة يطلق سايركس شباكه على سيده سيكتور نتيجة لاكتمال تحميل الفيروس والذي حرره من استعباد سيكتور، ليطلق عليه سيكتور بأنه خائن آخر من لين كوي. ينضم سايركس بجانب سب زيرو والذي رحب به مرة أخرى إلى الجنس البشري. يتحدث سايركس مع سب زيرو أنه قد نسي شعور المرء بالألم ويحذره مما هو قادم من سيكتور. يستأنف سيكتور هجومه على الاثنين بقاذف اللهب.
يطالب سيكتور سب زيرو بالاستسلام، موضحا له انه لن يقاوم اللهب، وايضا ان آلي واحد من لينكوي يعادل قوة سب زيرو. وعلى حين غره يتجاوز سب زيرو النيران، ويقوم باستخدام سيوفه لقطع اذرع سيكتور ليتمكن بعدها من اقتلاع رأسه، مما ادى ذلك الى مقتل سيكتور واخيرا. وبذلك أصبحت وحدات بقية الآليين مشوشة يبحثون عن سيد بديل ليقوموا باختيار سايركس كسيدهم الجديد وآخر الآليين الأصليين من لينكوي. بدأ سايركس في حيرة من أمره، فأمر الآليين بأن يتحدث عن انفراد مع سب زيرو. كوايليان كان يأمل بأن يعيد سايركس شرف العشيرة باستعادة جميع الآليين إلى طبيعتهم، ليرد عليه سايركس قائلا أنه هو فقط من يمكنه استعادة شرف عشيرتهم. سايركس أخبر سب زيرو بأن القتال بجانب محارب لينكوي حقيقي للمرة الأخيرة كان أمرا رائعا، فشكره على ذلك. يصر سب زيرو مجددا على استعادة سايركس لبشريته، ليرد سايركس أن عشيرتهم بحاجة إلى تطهير من المبادرة الآلية، ليباشر بعدها بتسلسل التدمير الذاتي. يخبر سايركس سب زيرو بأنه الآن هو زعيم العشيرة الجديد، وعليه أن يبذل قصارى جهده في بنائها من جديد. يودع سايركس سب زيرو ويقوم بعدها بالتدمير الذاتي ليدمر قاعدة سيكتور بأكملها، ويستهلك بذلك جميع محاربي لينكوي الآليين. أعوام قليلة قد مضت عن تلك الأحداث، ولا يزال سب زيرو يحتفظ برأس سيكتور المقطوع، فاكتشف في بنك ذاكرته تورط عشيرة لينكوي مع مستحضر الأرواح كوانشي فيما يتعلق بمذبحة عشيرة شيراي رايو. فعرض سب زيرو هذه المعلومات لهانزو هاساشي، وبذلك قد ساهمت ذاكرة سيكتور في إنهاء العداوة الطويلة بين العشيرتين. سيكتور وسايركس ظهرا مجددا في أحداث الجزء 11 نتيجة إلى عمل كرونيكا باستخدام الساعة الرملية بإعادة بعض المقاتلين القدامى. يتحالف سيكتور مع كرونيكا والتي وعدته بإعادة إحياء عشيرة لينكوي الآلية في عصرها الجديد، جنبا إلى جنب مع سايركس والفروست والتي خضعت للتحول الآلي مؤخرا. سيكتور أمر بحراسة مصنع تجميع لينكوي والذي يعمل على استخدام أدمغة بني عشيرة لينكوي الميتين لتكوين آليين مستعبدين، لكن وبسبب تدخل سب زيرو وحليفه الجديد هانزو هاساشي تم تعطيل أنظمة المصنع، والفضل يعود لسايركس والذي قام سب زيرو بإعادة برمجته وقام مجددا بعصيان أوامر سيكتور. Please, don't bring me back as a machine. I can't live like this. Machine or man, you have a warrior soul. As long as I am Grand Master, the Lin Kuei will welcome you. Then until we meet again. لكن وحتى وبعد تعطل أنظمة الآليين يتمكن كينو من استعادة جسد سيكتور واستعادة نظام الآليين، فتم تجهيز سيكتور بحلة جديدة مرصع باللون الأبيض. يقود سيكتور هجوم على قيادة الصحراء التابعة للقوات الخاصة في سعيه للقبض على سونيا بليد وجوني كيج الشابين. على الرغم من أنه هزم على يد جوني كيج إلا أنهم تمكنوا من إنجاز المهمة، لتبقى بالنهاية مهمة أخيرة لسيكتور، وهي أن يقوم باستخدام نفسه كقنبلة لتدمير مقر القوات الخاصة بأمر من كرونيكا. على أي حال تحدثنا عن قصة الآليين سيكتور وسايركس. لا تنسوا التصويت لاختيار قصة الشخصية القادمة من بين كوتال كان، باراكا، كونغ لاو، فروست وأيضا تشينوك. وإذا عجبكم المقطع لا تنسوا النشر والإعجاب والاشتراك بالقناة وأيضا تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم.